تكاد يعني الشهر هذا شهر فبراير يكون سنتين من بداية الجائحة بالنسبة لنا بالكويت. أول حالة سجلت بالكويت كانت 24 فبراير 2020، سنتين ونحن كمواطنين ومقيمين وأطقم طبية نحارب هذا الوباء وهذه الجائحة. طبعا أنا لازم أشكر أخواني يعني وزملائي الأطقم الطبية على تفانيهم على مدى سنتين في مكافحة الجائحة، يعني هذا أقل ما أقدر أعمله أو أسجله لهم. أحب أشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم واستجابتهم للإرشادات الشديدة السابقة على مدى سنتين، والتي أدت إلى الحمد لله على تجاوز 4 موجات وبائية إلى الآن، والحمد لله الموجة الأخيرة كانت الحمد لله قصيرة ونزول سريع الحمد لله للحالات واستقرار للإشغال الإشغال السريري في المستشفيات والعناية المركزة بفضل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني طبعا لا ننسى دوركم بأخذ اللقاح، نسبة التطعيم بالكويت وصلت 85%، رأينا نتائجها على حماية المنظومة الصحية بالكويت بعدد الوفيات القليل الحمد لله الله يرحمهم جميعا، وعدد الدخول إلى المستشفيات وعدد الدخول إلى العناية المركزة.